بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف نلعب النت فلو. ناخد راوتر و على سويتش واصل منها بسيرفرين، ده بسيرفر، ده هيبقى النت فلو كولكتر، وهنا واصل البي سي عادل اللي هموت الترافيك بتاعه، و على سويتش وصل الكابلات كلها استبيت. هنا مثلا على F00 وهنا على F01 بالسيرفرات، الاي بي هات البي سي هياخد 10.01، السيرفرات ده هياخد 16.01، 16.02، سيرفرز ده هيبقى الويب سيرفر وده هيبقى الكوليكتور. طيب تعالى كده على الراوتر، على الانترفيس F00 IP address 10.0.0.100 مصر 55.0.0.0 ونقول شت داون انترفيس F01 بي ادرس 72.16.0.100 ماسك 255.255.0.0 ونو شت داون. البي سي ده 10.0.0.1 والجيت واي 10.0.0.100. السيرفر ده 172.16.0.1 و 172.16.0.100 جيت واي ده الويب. أكيد طبعا خدمة الويب شغالة HTTP on. طيب السيرفر التاني 172.16.0.2 و جيت واي 172.16.0.100 ده هيبقى النت فلو كولكتور نعمله اون. طيب هالمونيتور بقى منين؟ على الانترفيس F00 F0/0 واقول له الاي بي فلو الانجلس والاجلس ان واوت، تمام. واجي بعد كده على الجلوبال كونفيجريشن واقول له اي بي فلو اكسبورت الديستنيشن بتاعك تبعت لمين؟ تبعت ل 172.16.16.0.2، تمام. والفيرجن 2 انكمبليت كوماند ليه؟ البورت 9996. طيب بعد كده الفيرجن 9. طيب تعالى بقى من الكلاينت هنا نفتح صفحة ويب HTTP. الويب سيرفر كان 172.16.0.1 جو نشوف كده الكوليكتور فيه يظهر في اي حاجة. طيب بينج 172.16.0.2.1
نفتح البراوزر تاني. 72.16.0.1 كوليكتور اخباره ايه؟ بدأ يجيب لي statistics اهو عن الترافيك. طبعا هنا بيحدد لي destination port او port تاني، ده ال connection اللي هو كان بتاع الويب. استنى يا عمي، ال السورس 10.0.1، انا الديستنيشن كان كذا، الانترفيس انبوت كان اف 0.0، تفكر الكلام ده 127، ده التران، ده السورس بورت بتاع الكلاينت، ده الديستنيشن بورت، بورت 80 اهو. طبعا دي انواع الترافيك التانية واشكال الترافيك التانية ممكن تبقى تبص فيها يعني. فده فكرة النت فلو عموما يعني، statistics about traffic ingress او egress على انترفيس معين. السلام عليكم ورحمة الله.